وخلال مؤتمر صحفي في المركز الإعلامي للانتخابات، أكد رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المدير التنفيذي للانتخابات 2018 المستشار نواف عبد الله حمزة، أكد أن العملية الانتخابية تمت تحت إشراف قضائي كامل. العملية مثل ما يعني قلنا، العملية في مملكة البحرين الانتخابية تخضع لإشراف قضائي كامل. ثمة مخالفات لو تم رصدها طبعا بتعامل معها القاضي، وبتعامل معها يعني أو أنه أيضا تدون من قبل الجمعيات الأهلية اللي أيضا لهم الصفة أنهم يراقبون عن العملية. لحد الحين ما عندنا ثمة عمليات أو ثمة يعني خلنا نقول مخالفات تؤثر على سير العملية الانتخابية. قد تكون في مخالفات متعلقة بسيطة متعلقة بالدعاية الانتخابية وتم التعامل معها في حينها. عندنا المشاركة كانت في موضوع جداول الناخبين وفي التأكد من الأسماء في جداول الناخبين، هاي مؤشر ومؤشر إيجابي، فدائما يعني يدعو إلى التفاؤل. عندنا العملية سائرة بانتظام واليوم شايفين الإقبال، فبإذن الله سبحانه وتعالى نطمح إن شاء الله، وطموحنا أنا دائما أقول ما له حدود، ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى يعني طموحنا إن شاء الله بعد بيصير أفضل من المتوقع. يعني أنت ما استحالة أن أنت تقدر عدد من خلال مشاهدة أو من خلال إعلام أو من خلال، يعني مع احترامي طبعا الإعلام مغطي ووافي وكافي، ولكن في الفكرة فيها طبعا أن آخر شيء صناديق الاقتراع هي اللي تتكلم، الأوراق هي اللي تتكلم، الناخب هو اللي يتكلم وهو اللي يحدد المشاركة ونسبة المشاركة، فما أقدر أتكلم لأنه برقم معين، ولكن أنا دائما متفائل.